الخير كله وإليك يرجع الأمر كله، لبيك وسعديك، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، أنا بك وإليك. تباركت وتعاليت، تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل على عبدك ونبيك وحبيبك وحبيب قلوب المؤمنين محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيعني في مقابلة مع أحد الشباب فلقيته جاي بيتكلم معايا، بيقول لي أنا عايز أقعد معاك، وفي عينه نظرة خوف واضحة، بيقول لي أنا عايز أكلمك في موضوع، أنا للأسف وقعت في الزنا، وقعت فيه أكتر من مرة، فيعني أنا توقعت إن هو يعني أنا توقعت إنه يدخل معايا في اتجاه، ودخل في اتجاه تاني خالص. فبيقول لي أنا خايف، أنا خايف من عقوبة ربنا، خايف إن عقوبة ربنا تجيلي في جوازي لما أجي أتجوز واحدة كان ليها ماضي أنا لا يمكن أرضى عنه ولا يمكن أقبله. أنا قاعد أبص له كده بقيت مذهول، هو بيتكلم سبحان الله، هو بيتكلم عن جريمة يهتز ليها قلوب المؤمنين، جريمة يهتز لها عرش الرحمن، بيتكلم عن جريمة رهيبة، وكل اللي رعبه إن تنزل العقوبة في اللي هيتجوزها يكون لها ماضي وممكن تكون تابت بعد كده. قلت سبحان الله، قلت في نفسي سبحان الله، ده لو نزلت عقوبة من عقوبات الزنا في الدنيا عليه، على عضو في جسمه ولا صحته ولا رزقه ولا تجارته، هيستحملها ولا لأ؟ ده لو ربنا اطلع عليه وهو مرة بيقع في الجريمة دي، نظر ليه لأه بيعمل الجريمة دي، نظر ليه نظرة غضب؟ لو ربنا نظر ليه نظرة غضب واحدة، يستحمل نظرة غضب من ربنا؟ يستحملها مين؟ يستحمل نظرة غضب من الله؟ يا جماعة، درس الليلة أهم نقطة فيه إن هو تحذير، احذر إنك أنت تعصي ربنا معصية، ربنا ينظر ليك يلاقيك على المعصية دي يبص لك نظرة غضب. احذر إنك أنت تعصي ربنا معصية، ربنا يطلع عليك يلاقيك بتعصي المعصية ده إيه، ينظر ليك نظرة غضب. يا جماعة، الواحد ممكن يعصي ولكن لو مرة تمادى في المعصية ربنا نظر نظرة غضب، ضاع خلاص، ضاع، محدش يقدر يستحمل نظرة غضب من الملك سبحانه وتعالى. يعني احنا معركتنا مش مع احنا مش مشكلتنا الاساسيه الذنوب، احنا مشكلتنا ان ربنا يغضب، والعياذ بالله، ربنا يعافينا من غضب الله. مين يستحمل نظرة غضب من ربنا؟ احد زملائنا كان في مستشفى الاورام، فشاف احد الشباب وشه وارم، يعني جاله ورم مشوه منظر وشه ومضخم منظر وشه، فبيبص لوش الشاب وهو يعني مستغرب من المنظر، فالشاب بص له كده قال له ما تبصليش، انا من اسبوعين بس كنت احسن منك واصح منك. يا من اسبوعين بس، في لحظه يا جماعه كل حاجه ممكن تتبدل في لحظه. احد الاخوه في مستشفى المستشفيات، واحد شاب نط من الدور الثالث عشان ينتحر، نزل متكسر كل جسمه متكسر وكدمات، نقلوه المستشفى، فيعني زميلي بيستقبله، فيعني طبعا مش قادر يتكلم خالص، فبيدينه ورقه يكتب اللي نفسه فيه، يعني انقذوه بفضل الله، يكتب اللي نفسه فيه، يكتب هو ايه اللي تعبه، يكتب بيتالم من ايه. فاول كلمه كتبها لهم في الورقه، تفتكروا ممكن ربنا يغفر لي؟ يا ده لو كان كتب تفتكروا ممكن ابويا يغفر لي كان ولا عليه مجنون، ده رحمة ربنا اكتر من رحمة ابانا وامهاتنا، بس عايز ربنا يرحمك ارحم انت نفسك. يا اخوانا، الشباب اللي قاعدين شلل في الجامعة لغاية المغرب، لا بيحضروا سكاشن ولا محاضرات ولا حاجة، قاعدين، انتوا بتتحدوا ربنا؟ انت بتتحدى ربنا؟ انت مش انت بتقول انا اهو، انت بتقول له انا مش خايف، انا متعرض اهو للعقوبة، انت مش خايف من نظرة غضب وانت واقف في الجامعة 10 ساعات بتعصي ربنا متواصل؟ القابلز الواقفة في الجامعة الصبح النظرات، وبعد الظهر ماسك الايدين، وبعد العصر المصايب ومكالمات اخر الليل، مش خايفين من نظرة غضب؟ اللي بقاله 10 سنين بلغ ما صلاش مرة الفجر في الجامعة لغاية دلوقتي، اللي بقاله سنين ما صلاش مرة، يعني جدول محاضراته وسكاشنه وحياته كلها ما فيش فيه صلاة، يعني ما فيش فيه ربنا، يعني ما فيش فيه اخر، مش خايفين من نظرة غضب؟ مش خايفين ان ربنا ينظر لاي واحد فينا بيعصي ربنا ينظر ليه نظرة من نظرات الغضب؟ تيجي تكلمه تقول له ده فيه عذاب قبر ولا في دماغي، ده فيه صراط ولا يهمني، ده فيه موت فجأة، طب ما ممكن ناس بتعيش 150 سنة، ده فيه نار، هي يعني هدخل يومين واطلع وخلاص؟ يا يومين وتطلع، مين فينا يا جماعة يستحمل اقل عذاب من عذاب الله؟ مين فينا؟ مين يستحمل نظرة غضب؟
مين يستحمل غمسة نار؟ مين يستحمل مقمع حديد واحد؟ مين يستحمل شربة حميم واحدة بس؟ بق واحدة. مش بتكلم عن واحد عايش في النار، انا بتكلم عن اقل قدر من عذاب الله. مين يستحمل صيحة ملك؟ مين يستحمل ضمة قبر؟ مين يستحمل لحظة ندم؟ مين؟ مين يستحمل لحظة، مين يستحمل نظرة غضب من الله؟ نظرة غضب يا اخوانا، كيف لو نظر لنا الله؟ زي ما احد يعني احدى بنت احد السلف، احد الامراء رمى كيس مال في بيتهم فكانوا مش لاقين ياكلوا، كانوا هيموتوا من الجوع، بقوا اغنياء في لحظه، فكل اللي في البيت بقوا بيهيصوا وبيرقصوا وبيضحكوا، فقعدت تبكي، فما بتقول لها انت بتبكي ليه يا بنيه؟ ده ربنا فرج لنا كربنا. قالت لها هذه نظره نظرها لنا العبد، فكيف لو نظر لنا الله؟ انا مش بقول الكلمه دي الوقت اللي بيطيع ربنا، انا بقولها اللي بيعصي ربنا، انا بقولها لشباب ميلودي وتوب ميلودي، انا بقولها يا جماعه شباب الهلم، انا بقولها يا اخوانا لكل واحد بيعصي ربنا، شباب النوادي وشباب الجامعات ورجال الاعمال، انا بقولها لبنات مجاويش وبنات البالم بيتش وبنات مارينا، انا بقولها لكل انسان عايز الدنيا من حرام او حلال، انا بقولها لبتوع الشطايب، انا بقولها كيف لو نظر لنا الله؟ كيف لو الله سبحانه وتعالى نظر لينا؟ هتبقى نظرة غضب ولا هتبقى نظرة رضا؟ يا اخوانا ده ربنا لما بينظر للارض نظرة غضب يوم القيامة، ربنا بيقول في الصورة اللي احنا هنتكلم فيها دلوقتي، بيقول ويوم تكون السماء كالمهل، المهل اللي هو الزيت المغلي، المهل اللي هو النحاس اللي داب من الغليان داب، السماء تمطر زيت مغلي على الناس، السماء تمطر نحاس مغلي دايب على الناس، يعني تخيل نظرة غضب واحدة تقلب الكون كله، مين فينا يستحملها دي؟ مين فينا يستحمل لحظة ندم؟ يعني ايه لحظة ندم؟ لما العبد المؤمن بينزل في القبر وربنا سبحانه وتعالى يوري له البيت بتاعه والقصر بتاعه في الجنة مد بصره، يعني مساحة رهيبة، ويفسح له فيه ويأتيه من أنوار الجنة وريح الجنة، ويفرش من الجنة، مش فرش بقى من دمياط ولا من أوروبا، من الجنة الستاير والنجف والسجاد والأنتيكات والتحف والأنطرهات والسر، كل حاجة من الجنة، و يفتح له باب الى الجنة، يعني مش يطل على الكورنيش ولا نهر النيل، ده يطل على انهار الجنة. مين فينا يقدر في الدنيا يسكن في حاجة زي دي؟ مش ممكن. تخيل القصر الرهيب ده بقى، العاصي والفاجر ربنا يوريه القصر ده في القبر، ثم يقال له هذا كان مقامك في الجنة لو كنت اطعت الله، لو كنت اطعته، لو كنت اطعت الله، دي تنزل على قلبه ساعتها قد ايه؟ ده مش لحظه ندم، ده لحظه ندم في مسلسل ندم طويل. مين يستحمل لحظه ندم؟ مين يستحمل غمسه نار؟ الواحد فكر يا رب، يا رب ده نار الاخره 70 مره قد نار الدنيا، يعني يا رب اللي نار الدنيا بتعمله في 70 دقيقه في بني ادم اترمى فيها، نار الاخره تعمله في دقيقه، يعني لو واحد اترمى في نار الدنيا ساعه وربع تعمل فيه ايه؟ ده كل مرضى المستشفيات بتاعت الحروق في العالم كله بسبب 5 أو 6 ثواني تعرضوا فيها لنار الدنيا، فما بالك بقى واحد قعد ساعة وربع في نار الدنيا تعادل ثواني في نار الآخرة والعياذ بالله. مين يستحمل غمسة نار؟ مين؟ مين يستحمل صيحة ملك؟ ده جناح ملك أهلك قرى قوم لوط، سيدنا جبريل، ده صوت ملك من السماء أهلك القوم اللي هم بتوع مؤمن آل ياسين في أول سورة ياسين، صوت بس من السماء خرج منه. يا إخوانا مين فينا يستحمل صيحة ملك؟ مين يستحمل ضمة قبر؟ يستحمل لما ينزل تحت التراب يتضم عليه القبر لغاية ما تختلف أضلاعه. مين يستحمل شربة حميم واحدة؟ شربة واحدة كده أهو، ربنا يعافينا يا رب، يمسك بإيده بس الكوباية اللي فيها شربة الحميم يحصل في إيده إيه؟ لما الدخان بتاعها يطلع في الوش يشوي الوجوه، لما تنزل في الأمعاء تقطع الأمعاء وتنضلق أقطاب بطنه والعياذ بالله. مين يستحمل شربة حميم واحدة؟ مين يستحمل مقمع حديد واحد؟ لما ربنا يترك الفاجر يحاول يخرج من فوهة النار يطلع لغاية الفوهة يتضرب بمقمع واحد بس ينزل، ينزل 70 سنة كل أطباق النار والعياذ بالله. مين فينا يستحمل عذاب ربنا؟ أنا عايز أقول مين يستحمل نظرة غضب؟ نظرة واحدة بس تستحملها، اللي ما يستحملهاش يبقى ما يعصيش ربنا سبحانه وتعالى. أنا عايز أوصل لكم الليلة رسالة، الرسالة دي هوصلها من سورة من سور القرآن، سورة عظيمة اسمها عظيم وكل كلمة فيها عظيمة، سورة لما بتتقري واحنا بنصلي في التراويح في رمضان بنبكي كلنا منها أو قلوبنا بتبكي منها، سورة المعارج يا جماعة، سورة المعارج، سورة المعارج، كلمة المعارج دي معراج، يقول لك النبي حصل له المعراج لما طلع 7 سماوات لغاية العرش اتسمت المعراج. المعارج سورة بتقول لك اطلع،
بتقولك اطلعي، بتقولك اطلع من المستنقع اللي احنا فيه. سورة المعارج بتكلم في الوحل، اللي احلامه في الوحل وشهواته في الوحل وافكاره في الوحل وحياته في الوحل. سورة المعارج بتكلم اللي في القاع في المستنقع في بحر الشهوات مش قادر يطلع، بتقول اطلع، بتقول لها اطلعي، بتقول لنا اطلعوا 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 من قاع المعاصي قبل ما تقع في قاع جهنم والعياذ بالله. سورة المعارج بتكلم اللي رجل في بركة الطين ورجل برة ما هوش قادر يسيب بركة الطين، ما هوش مصدق انه هيتطهر لو سابها، بتكلم انه يخرج برة من بركة الطين شوية وبعد كده يرجع تاني وينتكس تاني. سورة المعارج يا جماعة بتكلم الشباب اللي قاعدين في الجامعة الساعة 5، الجامعة الساعة 5 العصر يا ترى شكلها ايه؟ حد عارف؟ ما حدش يعرف غير اللي بينزلها، حدش يعرف كمية المعاصي اللي بترتكب فيها غير اللي بينزلها بعد ما المحاضرات وكل حاجة تخلص قاعدين بيعملوا ايه؟ سورة المعارج بتكلم الشباب في كل نادي من نوادي ارض المسلمين الساعة 11 بالليلة الخميس. سورة المعارج بتكلم الساعة 12 الظهر المسلمين اللي بيجري منهم مع الدنيا مش فارقة معاه حلال او حرام هيموت عليها وخلاص. سورة المعارج بتكلم اللي واقف في طابور العيش الساعة 6 الصبح السجارة في ايديه وما صلاش الصبح ونازل يقول رزق يا رب، لقمة عيش يا رب، هو اصلا ما عبدش ربنا وما بدأش يومه بالطاعة. سورة المعارج، المعارج يا جماعة كلمة المعارج زي الاسانسيرات كده زي السلالم، الحاجات اللي بتطلعك لفوق لحد ما توصل لربنا. الدين، الدين هو المعراج بتاعنا، الدين هو البراق اللي بيطلعنا لقلوبنا تسجد تحت عرش الله. سورة كلمة المعارج عكس كلمة الدنيا، المعارج بتقولك اطلع فوق والدنيا من الدناءة بتقولك انزل تحت، بتقولك اطلع من بركة الدنيا بمعراج الدين. الدين بيرقيك بيعليك بيرفعك بيخلي فيه قيمة لأفكارك ولحياتك ولمشاعرك والجوارحك ولكل حاجة. سورة المعارج يا جماعة أول مشهد فيها، أول مشهد في العرض القرآني اللي احنا بنعرضه الليلة، سأل سائل بعذاب واقع. أول مشهد واحد جاي بيتريق بيسخر، عمل كل حاجة، ارتكب كل الموبقات، عمل كل الكبائر، وجاي مستهتر مش مصدق العقوبة اللي ممكن تتنزل عليه، والعقوبة واقعة يعني نازلة في الطريقة اهي، يعني الشاشة بتتقسم نصين، نص واقف بيكلم النبي وبيتريق على العقوبة اللي ممكن تتنزل عليه، ونص فيها العقوبة وهي نازلة من في الطريق زي فار قاعد يلعب في الغيط والصقر منقض عليه من فوق وهو بيلعب ما هوش واخد باله. لو قسمنا الشاشة نصين، نص فيه الفار ونص فيه انقضاض الصقر، قلبنا هيقف زي احد الانعام قاعد ياكل والجزار بيحمس السكينه ما هوش واخد باله ولله يعني سبحان الملك العظيم. زي يا جماعه قوم لوط من المشاهد اللي بيرتجف لها القلب، قوم لوط وهم يعني ربنا سبحانه وتعالى نزل الملائكة لسيدنا لوط، فبيقول رب الملائكة بتقول لسيدنا لوط وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. خلاص يا لوط، خلاص الحكم النهائي نفس، خلاص يا لوط هم الوقت قبورهم بتعد النار فيها تحت الأرض، خلاص أماكنهم في جهنم بتعد. اللقطة اللي بعدها وجاء أهل المدينة يستبشرون، جايين فرحانين، فرحانة بعلاقة حب جديدة مش عارفة إن هي بعد أيام مش هتبقى من اهل الدنيا، فرحان بوظيفة حرام جديدة ما هوش عارف ان كلها ساعات وهيموت موتة فجأة مش هيكمل ولا هياخد منها حاجة. يستبشرون بايه وهم مش عارفين ان كلها ساعات ومصيرهم هينتهي والعياذ بالله في جهنم. سأل سائل بعذاب واقع، لو العاصي يشوف النص التاني في الشاشة، لو اللي بيشرب مخدرات او خمرة يشوف ردغة الخبال اللي الرسول وعده بيها في جهنم وهي بتعد ليه. الخبال بتطير العقل زي ما طير عقله بإرادته في الدنيا، والردغة اللي هي الوحل بركة وحل من عصارة اهل النار بيشرب منها والعياذ بالله. لو اللي متجوز عرفي ومتجوزاه عرفي وهو بيجري بيدور على شقة من شقق اصحابه وفرحان ان هو اتجوز بدون تكاليف وفرحانة وهو ما هوش شايف العذاب اللي بيعدي ليه في الفرن اللي تحت الارض اللي الرسول وصفه في صحيح البخاري وصف العذاب اللي فيه، لو يشوفوه كانوا يتقهروا على كل مره تقابلوا فيها. يا جماعه، لو 17% اللي متجوزين عرفي في الجماعات المصريه على احد الاحصائيات الرسميه، لو يشوفوا اللي مستنيهم من العذاب، يا جماعه لو نشوف النص التاني من الشاشه، لو اللي بيعصي ربنا شاف حد بيتعذب في قبره وسمع صوته على نفس المعصيه اللي هو عملها، ما احنا دلوقتي لو جابوا قدامنا واحد وعلقوه على مشناء كلنا نترعب، بس هيبقى رعبنا زي رعب واحد عمل نفس الجريمه ومستني نفس الحكم، لا يمكن. كذلك يوم القيامه اللي يشوف واحد بيتسحب على وجهه للنار هيبقى رعبه زي رعب واحد عمل نفس المعصيه اللي ده اتسحب على وجهه الاجلاء، لا يمكن. يا اخوانا سال سائل بعذاب واقع، العذاب نازل في الطريق اهو، واهله والطايع يشوف، اهله واللي بيذكر ربنا وبتسبح ربنا تشوف الملائكه وهي بتبني القصور بتاعتها في الجنه طول ما هي بتسبح، اول ما توقف تسبيح ان
النص التاني من الشاشة يقف، الملائكة توقف تكمل تسبيح، الملائكة تكمل، كنا نبطل ذكر يا اخوانا. اه يا اخوانا، اه لو العاصي يعرف عقوبة المعصية اللي بيعصي ربنا بيها. سأل سائل بعذاب واقع، واقع نازل اهو، نازل زي واحد دخل منطقة عسكرية ممنوع الدخول فيها وهيتضرب بالنار اهو، بس هو لسه مستهتر لانه لسه ما شافش العقوبة. للكافرين اللي غطوا على نعم ربنا ليس له دافع، لو نزل خلاص. قارون المالتي مليونير اللي كان صاحب اكبر شركة مالتي ناشونال في الدنيا كلها، يجي مين دلوقتي قارون ده؟ محدش دلوقتي، مليارديرات العالم كلها ما يجوش جناح، ما يجوش خزنة في قارون دلوقتي. قارون يا اخوانا صاحب قارون جروب اللي كان كل الناس مبهورة بيه وخرج على قومه في زنته، ربنا نظر ليه من فوق سبع سماوات، شافه بيفتن الناس عن ربنا بماله، نظر ليه نظرة غضب، اتخسف به وبخزائن الارض، بيتلجلج في الارض مع كل متكبر ليوم القيامة، لحد ما يتلجلج في قاع جهنم والعياذ بالله. من الله ذي المعارج، من الله العذاب ده، من ربنا. يعني المعصية دي خصومة مباشرة مع ربنا، مش مع جندي من جنود الله، خصومة مباشرة. تخيل انت بقى في خصومة مباشرة بينك وبين حاكم الدولة، تعمل ايه؟ لا، من الله ذي المعارج. المعارج يعني ايه؟ احنا قلنا الوقت النبي لما طلع سبع سماوات اتسمى عرج الى الله. يعني يا جماعة الطرق اللي بتوصل لربنا فتح لك الف طريق ليه؟ قفلت بايدك الطرق ليه؟ اعرضت عنه ليه؟ يا اخوانا لو قلوبنا تطلع وتشوف جلال الله في السماوات هتتفطر قلوبنا لما نشوف اي معصية ربنا بيعصى بيها. انا عايزك تطلع معايا بقلبك كده، تعيش معايا بقلبك فوق فوق الارض، حد قد كده عليها 6 مليار بني ادم. تخيل السماوات دي فيها كم مليار مليار ملك، تخيل كلهم ساجدين وبيعبدوا ربنا دلوقتي حالا اهو. انا عايزك تغمض عينيك وتفتح قلبك وتشوف مليارات الملائكه في الفضاء بتسبح ربنا، وبعد كده تطلع اكتر هتشوف ملائكه من يوم ما اتخلقت من الاف السنين بتعبد وبتسجد، ما قامتش من السجده اللي سجدتها الوقت اهو. انا عايزك تطلع اكتر هتشوف سيدنا ابراهيم حالا اهو بيطوف حوالين البيت المعمور بيقول لبيك اللهم لبيك مع 70,000 ملك. انا عايزك تطلع اكتر هتشوف حالا اهو جبريل عند سيدنا المنتهى وهو منكسر ملقى على الارض زي الحبس البالي من كتر انكساره الجلال رب العالمين. انا عايز قلبك يطلع معايا اكتر ويعرج اكتر كمان. اطلع من الدنيا، اطلع من شهوات الدنيا، اطلعوا من بركة الطين يا جماعة، نطلع يا جماعة نطلع. ده الكون كله منطلق لله، ده الكون كله عايز يوصل لربنا، ده الكون ده كل ذرة بتطوف، كل الكترون في كل ذرة بيطوف، زي ما الناس بتطوف حوالين الكعبة، زي ما البلق الاعلى بيطوف حوالين العرش من كتر الشوق ليه، ومن كتر ما هم نفسه كل ذرة في الكون نفسها توصل لربنا. انت قلبك حجر، انت قلبك حجر، احنا قلوبنا حجر، الكون كله بيطوف عشان يوصله، بيطوف من الاحساس بجلاله. واحنا يا اخوانا انا عايزك تطلع اكتر هتشوف ملك من حملة العرش ما بين كتفه وشحمة اذنه 500 سنة قاعد يقول سبحانك ما اعظمك. انا عايزك تطلع اكتر هتشوف ترى الملائكة تحافين من حول العرش قاعدين يطوفوا من كتر الشوق الى الله سبحانه وتعالى، وحافين بقربين من العرش من كتر ما عايزين بأي طريقة يقتربوا من الله سبحانه وتعالى. يا اخوانا ازاي نعصيه؟ ازاي يفتح لنا الباب وما نرضاش؟ من الله، خصومة مباشرة مع الله ذي المعارج اللي فتح لك الباب، اللي اداك الدين معارج تطلعك اليه وانت رفضت. من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح اليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، يوم القيامة لما ربنا سبحانه وتعالى يعمل استدعاء فور لجميع ملائكة الكون والجبريل والجميع ارواح المؤمنين والكفار، كله يستدعى والاجساد تبعث، كله يستدعى ويطلع ويعرج الى الله سبحانه وتعالى ويبدأ يوم القيامة يا جماعة. فاصبر صبرا جميلة، عايزين نصبر على الدين، اصبر يا حبيب قلبي، اصبر يا اختي، نصبر يا جماعة على طاعة ربنا، نقبض على ديننا زي القبض على الجمر يا جماعة. ما سمعتوش عن الممثل اللي عشان يمثل دور وكان جسمه ووزنه زايد شوية خد صعقات كهربائية لان ما كانش في وقت يعمل رجيم، خد صعقات كهربائية عشان يخس. ما سمعتوش عن الممثل اللي كان هيمثل دور لهتم فقال ومثله ليه اكثر سنتين عشان ابقى اهتم بحقه حقيقي من حبه في التمثيل. ما سمعتوش عن الممثلة اللي في رمضان من كتر الشغل عشان تخلص التمثيلية بتاعتها في رمضان وصلت ونقلوها العناية المركزة بعد ما اغمى عليها. ما سمعتوش عن شهداء المسرح اللي ولع
المسرح بهم هو بيمثلوا دور كان فيه شموع، الشموع مسكت في ستار المسرح. ما سمعتوش عن الممثلة التاريخية اللي يعني أبائنا كثير منهم جدا بيحبها، الممثلة الخمسينات والستينات اللي جالها مرض في زورها كان لازم تعمل عملية وإلا ممكن تموت، خافت أحسن صوتها يتأثر أثرة الموت على صوتها على إن صوتها يروح. ما سمعتوش عن العندليب يا جماعة اللي استحمل رمي الطماطم عليه أول ما بدأ يطلع ويغني للناس ويكافح لغاية ما بقى أشهر مغني في زمنه. ما سمعتوش الناس تعبت قد إيه عشان الدنيا، والفنانين تعبوا قد إيه عشان الفن، وأهل الباطل تعبوا قد إيه عشان الباطل. ما سمعتوش يا إخوانا، ما سمعتوش عن المغني اللي كان يستلم جايزة عالمية، مغني مصري وكان وزنه زايد شوية، قعد أسبوع كامل ما ياكلش غير خاص زي عرضات الأزياء كده عشان يبقى قوام وبيستلم الجايزة كويس. ما سمعتوش عن المغني اللي بيشتغل 15 ساعة في اليوم، ما بيريحش نفسه، ما بيرحمش نفسه عشان يجيب أحسن أغاني وأحسن ألحان وأحسن أداء. ما سمعناش عن كل دول، ما سمعناش يا اخوانا عن الممثل اللي يقول لك انا ما حدش يقدر يعرف انا تعبت في المشهد ده قد ايه، ده مشهد واحد بس عشان يبقى محسن في الفن. طب عشان تبقى محسنة مع ربنا، كم مرة حد منا اغمى عليه من الدعوة؟ كم مرة حد منا من كتر الاجهاد في طاعة ربنا وقع من طوله؟ كم مرة حد مننا مش قادر هيموت عشان ينام وقام يصلي قيام ليل عشان يتعب عشان ربنا؟ يا اخوانا فاصبر صبرا جميلا، نصبر يا جماعة، نصبر عشان ربنا يا شباب، نصبر عشان الملك. البنت اللي بتكلم شاب والشاب اللي بيكلم بنت، انتوا يعني بتحبها حبيب قلبي؟ طب وفي حد يحب حد يودي جهنم؟ والله ما بيحبك. طب انت بتحبيه؟ طب انت اخترتيه؟ طب ما سيب ربنا يختار لك، ما يمكن ربنا يختار لك الاحسن منه الف مره. انت بتحبها؟ طب انت عارف في ايد مين؟ والله ما في ايد نفسها ولا في ايد ابوها، ده في ايد ربنا، هتاخدها بمعصيته؟ انسى حبيب قلبي. انت بتحبيه؟ طب يا حبيبتي يا اختي في الله، من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا من سبيه، لو هو الخير هيجيبه لك ربنا، لو مش هو الخير هيجيب لك الاحسن منه، والله العظيم هيجيب لك الاحسن منه والاصلح منه والاسعد ليكي منه. انت بتحبها؟ بتحبها ازاي يا جماعه؟ ده الشاب يعني الشاب من شباب الله يرحمه كان بيتغسل، مات فجاه بيتغسل، صاحبه مش يعني اتخنق خرج بره فتح العربيه وشغل الكاسيت وقعد يشرب سيجاره ومخنوق، يعني عمل ده صاحبك، ده حبيبك، ده انتيمك، يعني ساعه ما تنزل قبرك مش هتنفعك وساعة ما تنزل أمرك مش هينفعك. بنحب بعض يا جماعة، يا فاصبر صبرا جميلة إنهم يرونه بعيدة. هي دي مصيبة الإنسان، هي دي مشكلتنا، مشكلتنا إن احنا شايفين الموضوع بعيد. حلني كلمة سوف دي حرامي عمرنا، معنى إنك تقول أنا هلتزم الصيف الجاي، إنك أنت التأجيل أكل وضيع الشتاء عنك، إنك تقول أنا هتوب بكرة يبقى الليلة دي ضاعت من عمرك بسبب التأجيل. ما تأجليش، ما تأجلش. إحنا عايزين يا جماعة مع سورة المعارج نقوم الليلة نصلي ركعتين توبة، عايزين مع سورة المعارج، عايزين مع كلام الملك. هو في بعد كلام الملك موعظة؟ هو في بعد كلام الملك تحذير؟ هو كلام الملك لو اتكسر وربنا اطلع على اللي بيكسره، لو أنت كسرت كلام الملك بكرة في الشغل ولا في الجامعة، لو أنت كسرت كلام الملك بكرة في الجامعة ولا في اي مكان ولا في المواصلات، متوقع ايه؟ مستني ايه غير نظرة غضب من ربنا سبحانه وتعالى؟ انهم يرونه بعيدة، بعيدة. تروح للطالب عايزين نتوب بقى، طب لما الاجازة تيجي، في الاجازة يلا بقى، طب لما الشتاء يجي بس عشان الاجازة والمرح طيب يلا بقى، طب لما خلص دراسة اخد شهادتي، خدت شهادتك لما اشتغل، لقيت شغل اما اتجوز، اتجوزت اما خلف، خلفت وبقى عندك عيال كويسين اما امن لهم مستقبلهم، امنت لهم مستقبلهم بقى عندك 60 سنة وخلاص ونزلت القبر. وبعدين يا رب ركعتين، يا رب ارجع اصلي ركعتين توبة في 10 دقايق. طب ما انت خدت 60 سنة وجيت اندم على 10 دقايق، يا سبحان الله. زي الطالب انهم يرونه بعيدا، الامتحان قريب يا ابني، لا ده لسه كتير، هتتزنق وهتندم وهتتعب وهتزعل، وهتزعل قوي وما تظهر النتيجة. ونراه قريبا، موت الفجأة ممكن يجي في اي لحظة، قريب، والله قريب الامر يا جماعة. احد اخوانا الدعاء استدعي، يعني راح يزور احد الـ يعني راح يغسل احد اخواننا، راح يغسل احد الشباب، فهو بيغسله فبيقول لي لقيت جسمه من رقبته بقى جسمه كله اسود خالص، وبدات مناخيره ودنه تنزل دم، فانا يعني حسيت ان منظره غريب، فبقول لاخوه هو فيه ايه، هو مات ازاي؟ فقال لي ربنا يغفر له بقى. فبيقول فانا ما رضيتش اساله اكتر من كده، وانا بقلب ايده بيقول شفت هو مات ازاي،
حقنة المخدرات مغروزة مكانها لسه في ايده، عرفت ان هو مات بشمة زايدة او بجرعة زايدة، والعياذ بالله. يا اخوانا يا جماعة يا جماعة، كان يعني احنا عايزين نتوب لربنا سبحانه وتعالى، احنا عايزين نعرف ربنا، احنا مش عايزين يا جماعة مش عايزين نتعرض لنظرة غضب من الله سبحانه وتعالى ونراه قريبة. والله العظيم احنا يا دوبك نستعد للقاء الله، لو كل واحد منا يعيش 100 سنة كمان، يا دوبك يا دوبك. ازاي هو مش نستعد للقاء الله قبل الموت بساعتين؟ ساعتين مين يا جماعة؟ بس ساعتين مين؟ تعالوا نعد ذنوبنا ونشوف احنا محتاجين قد ايه عشان نتوب منها. يا جماعة يا جماعة، تخيل انك انت رايح في كيس زبالة ورايح ترميه في الزبالة، رايح ترميه في الزبالة لقيت واحد، يعني لقيت كيس من اللي كيس بيتحرك حاجة جواه، فانت بتشوف ايه اللي بيتحرك جواه ده، لقيت طفل حد رماه في كيس زبالة وسابه ومشي، خدت الطفل ده انقذت حياته واكلته وربيته مع عيالك وعلمته احسن تعليم ودخلته جامعة وكبرته واديته فلوس وجبت له وظيفة وكبر واتجوز وبقى معاه عربية وعنده شقة، في يوم من الايام بعد ما انفصل عنك واقف في الشارع لقيته معدي بالعربية، شاورت له يقف لك يوصلك، بص لك كده تردد يقف ولا لا، مجرد انه تردد حتى لو وقف لك بعدها دي جريمة، دي جريمة. انت جبته منين؟ تخيل مجرد انك تسمع الاذان وتتردد تقوم تصلي ولا لا، انك تسمع امر ربنا ليكي بالحجاب بتاع امهات المؤمنين وتترددي تعملي ولا لا، انك انت تسمع ان ربنا حرم معصية انت بتعملها وتتردد تسيبها ولا لا، جريمة. شوفوا كم جريمة تردد مثبتة علينا في صحيفتنا، غير ان الصغائر يا اخوان احنا بنعمل صغائر كتير صح؟ اه صح، بس مش كبائر الحمد لله. طب خدي بالك ان الصغيرة بالاصرار بتبقى كبيرة، ان الصغيرة بالفرح بيها بتبقى كبيرة، ان الصغيرة لو انت قفلت عليكي بابك عشان تعمليها خوف من الناس ومش خايفة من الله تبقى كبيرة. كام الف صغيرة تحولت لكبائر في صحيفتنا؟ استني خدي بالك خدي بالك، انك انت لو وقفت في الشلة بتاعتك في الجامعة مع خمسة قعدتوا خمس ساعات تعصوا ربنا، اولاد وبنات وقعدين تلعبوا اي وقعدين خمس ساعات تعصوا ربنا، تخيل انت بتقلك انك خرجت بذنوبك، لا ده انت خرجت بذنوبهم كلها فوق ذنوبك. ليه؟ كل معصية شفتها وما غضبتش لربنا معصية عليك، مجرد انك تشوف ربنا بيعصى ما تغضبش، ان معصية معصية في صحيفتك، معصية في صحيفتك يوم تلقى الله. قد ايه علينا معاصي يا جماعة، واحنا شايفين ربنا بيعصى ليل نهار على 1000 قناة فضائية و1000 موقع اباحي و100 جريدة علمانية، ومن كل 100 حجاب ممكن تلاقي حجاب شرعي وباقي الحجابات منزلة ويندوز 2008. يا جماعة احنا بنشوف ربنا بيتعصى قد ايه؟ غضبنا لربنا ولا ما غضبناش؟ عقوق الوالدين موقف موقف، افتكري بقى. طب والصلاة؟ يعني فينا ناس كتير جدا قعدت فترة في اول عمرها ما تصليش، ما نفتكر بقى. طب والرياء؟ كم موقف كان فيه رياء؟ طب وحب الدنيا اكبر مرض ربنا بيغضب على صاحبه؟ طب وبعدين يا اخوانا وبعدين يا اخوانا، احنا عايزين نستعد لامتحان الصراط ونستعد لامتحان الميزان ونستعد لامتحان الملكين في القبر. والله كل واحد من الامتحانات ده عايز استعداد غير التاني، زي امتحان الشفا وعايز استعداد غير العملي، عايز استعداد غير التحريري، عايز استعداد غير الام سي كيو، كل امتحان عايز استعداد لوحده. ليه؟ لانه امتحان مختلف، امتحان مختلف. هنستعد امتى يا اخوانا؟ ونراه قريب. الستوب ووتش بتنزل وساعه الصفر بتقرب، وربنا بيقول والتنظر نفس ما قدمت لغد، اعتبر ان بكرة هو معاد لقائك لله سبحانه وتعالى. يوم تكون السماء كالمهل، الزيت المغلي بيسكت، طب احنا نروح فين؟ طب والنحاس المغلي ده بينزل والدنيا بتشتي زيت مغلي، نروح فين؟ وتكون الجبال كالعهن، العهن اللي هو الصوف المسبوغ، مسبوغ ازاي؟ كذا لون، كذا لون ازاي؟ ازاي الجبال تبقى كده؟ الجبال كل جبل لون، ده اسود ده احمر ده ابيض، ازاي الجبال تبقى زي القماش اللي كذا لون في بعض؟ لما الاصطدامات الكونية تحصل والجبال تتطاير وتدخل في بعض، وسلسلة البحر الاحمر تدخل في سلسلة جبل طارق، تدخل في سلسلة جبال الهيمالايا، تدخل في سلسلة جبال امريكا الجنوبية، تدخل في كله في بعضه، تبقى كلها في بعضها زي المية، البحر المسجور يعني المية المخلوطة، يعني البحر تدخل في المحيطات تدخل في الانهار، يعني يوم رهيب يا جماعة، يوم رهيب. ولا يسأل حميم حميمة، بس وقفة بقى، ولا يسأل حميم حميما، يعني ايه؟ يعني حبيبك اللي كان عواطفك ملتهبة ناحيته في الدنيا، اللي كان بيقول انا بعبدك، اللي كانت بتقول له انا اتولدت ومعرفتك، اللي كان بيقول انا ماليش معنى لحياتي من غيرك. ولا يسأل حميم حميما، يعدي يشوفها بتتعذب مهما بتتعذب ما يبصلهاش. لا يسأل حميم حميما يا جماعة، يا جماعة زي ما ربنا قال اخر السورة، ربنا بيقول يوم يخرجون من الاجداث صراعا، يطلع. طب صراعا ازاي؟ ده انت جنبك ابوك واخوك وحبيب قلبك، ازاي تطلع ما تبصلهمش؟
يعيش. لو الواحد طلع من القبر لقى اللي جنبه ملائكه العذاب مستناه مش هيبصله. لو الواحد بيعدي من عصرات لقى احب الناس اللي بيترمى في جهنم من عصرات مش هيبصله. سيدنا ابراهيم ابوه يتمسخ ضبع قدامه يترمى في جهنم ما يبصلوش. سيدنا نوح يشوف ابنه بيترمى في النار زي ما شافه بيترمى في الطوفان في الدنيا ما يبصلوش. سيدنا محمد ما يبصش لابو طالب. يا جماعه لو الواحد شاف احب الناس اللي بيسحب على وجهه الى النار ما يبصلوش. ملوش دعوه بيه. ما يقدرش ان هو يعمل ان هو يعرفه اصلا. ولا يسال حميم حميمه. الواحد تيجي لامه انا امك، انا اللي ربيتك في بطني، انا اللي ضحيت بعمري عشانك، انا اللي اكلتك، انا اللي سرت عليك، انا اللي كنت بشيل اللقمه من بقى اديها لك. عايزه ايه؟ عايزه حسنه واحده بس. ما اقدرش اني لا اجد ما تجدين. طب ده انا ابوك، انا حبيبك، انا اللي كنت بخاف عليك من شويه الهوا. عايز ايه؟ عايز حسنه واحده. ما اقدرش اني لا اجد ما تجد. طب ده انا حبيبتك، انا اللي كنا بنحب بعض في الدنيا وكنت بتقول لنا بعبدك. ما اقدرش، ابعد عني، انا مش عايز اشوفك. طب انا اخوك لحمك ودمك، ابن امك وابوك، اللي كنت بقف معاك في كل موقف. عايز ايه؟ حسنه واحده. ما اقدرش اني لا اجد ما تجد. طيب وانا؟ انت مين؟ انا ابنك ضناك، اللي كنت نور عينيك وكنت نور عيني. عايز ايه يا ضنايا؟ حسنه واحده بس. ما اقدرش اني لا اجد وما تجد. طب ده انا مراتك، شريكه حياتك. حسنه ما اقدرش. ولا يسال حميم حميمه. ساعتها يحصل يا جماعه يبصرونهم. اللقاء التاني بقى بين كل عاصي واللي عصى ربنا معاه. العينين تيجي في بعض، يشوفه وهو بيتعذب، واللي بيتعذب يشوفه وهو شايفه ومطنشه. خلاص الروابط العاطفيه انقطعت. ليه كل ده؟ بسبب الذنوب. طب ليه؟ طب ما نتخلص منها من دلوقتي. طب ما نشوف اي ذنب في حياتنا ونتخلص منه من دلوقتي. طب ما نقف وقفه جديه مع كل ذنب في حياتنا، نقف نتعرف لكل ده بسبب ذنوبنا. ليه يا جماعه؟ ولا يسال حميم حميمه. حدش عبر حد، ولا حد يبص لحد، ولا حد يسال لحد. ارض الكره بيبقى كراهيه من كل ناحيه. تخيلوا انسان اعضاء جسمه بتكرهه. انت لو واحد شهد عليك في قضيه تتسجن فيها 10 سنين يبقى بيحبك. اعضائك تشهد عليك في قضيه تتسجن فيها في جهنم بتكرهك. وانت لما تلاقي اعضائك شهدت عليك تقول لا تبا لكم، بتدعى عليها، بتكرهها. يعني جسمك يكرهك، نفسك تكرهك. لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم. يبقى الواحد بيكره نفسه. يعني واحد مجرم قفلوا عليه الباب يقعد يخبط راسه في الحيطه، يعمل في نفسه اكتر من الندم من اللي هم يعملوه فيه. ربنا بيكره العاصي والعياذ بالله. لمقت الله اكبر. ربنا يكره العاصي. لو انت عاصي يكرهك. الرسول يكرهك، يقول سحقا سحقا، اتسحق، ابعد عني، ماليش دعوه بيك، طربش مني، كسرت سنتي. ليه؟ الرسول يكرهك، الملائكة تكرهك، تناديك بأقبح أسمائك اللي كنت بتسمى بقى في الدنيا. النار والعياذ بالله اللي بيتعذب فيها العاصي بتكرهه. النار يسمع لها تغيز وسفير من كتر كراهيتها ليه. العصاة اللي كان بيعصي حبيبته وامرأته حمالة الحطب، بتشيل الجمر اللي هيتشوي بيها أبو لهب، يبقى بتحبه ولا بتكرهه؟ وهي بتشيله العذاب اللي هيتعذب بيه. يا اخوانا نهاية الحبيبة ونهاية اللي عصى ربنا عشان بار. ساعتها الواحد ياه، مراتي اللي انا عشانك قطعت ام وابويا، اللي عشانك عقدت رحمي، اللي عشانك سرقت ابني اللي عشانه كتبت له الورث الولد وسبت البنات، ابني اللي عشانه وديت قطع الرشوه والسرقه والربا، ابني اللي عشانه ضيعت عمري، ابني ازاي اعمل فيا كده؟ جوزي اللي قبل ما يجيلي بخمس سنين قعدت اتمكج بملايين المعاصي عشان اكذبه، وبعد ما جه نزلت معاه في الخطوبه وهو اجنبي عني عشان ما زعلوش، وبعد الجواز بقيت اقطع اهلي عشان جوزي. ازاي يعمل فيا كده؟ انهيار الروابط العاطفيه. كله يبيعك، كله هيبيعك ساعتها. يبقى مين اللي يستاهل؟ مين اللي كان يستاهل طاعتك؟ مين اللي كان يستاهل حبك؟ مين اللي كان يستاهل حياتك؟ اقسموا الشاشه نصين يا شباب، اقسموها نصين، نص فيه وهو داخل على الشله حبيب قلبي تعالى حبيبي وسع للمعلم الكبير، ونص يوم القيامه بقى في النار والعياذ بالله لما يتقال لا مرحبا بكم. وسع ايه؟ زنزانه بتاخد خمسه ما تفوز فيها 50 وجاي 50 كمان، لا مرحبا بكم. هات الشاشه نصين تاني غير المشهد اللي فات. منظر الرحله الصبح والشله كلها بترن المزاد لبعض تصحي بعض، مش عشان الفجر، عشان الرحله، رحله الجمعه الصبح. وبعد كده يوم القيامه بقى انتم قدمتموه لنا وهم بيتلعنوا، انت اللي نظمت الرحله، انت اللي رتبتها، انت اللي كنت سبب فيها. اقسم الشاشه نصين يا حبيب قلبي تاني، اقسم الشاشه نصين، نص وهو بيجري ورا البنت عشان يوصل لها ويكلمها، ونص وهو بيهرب منها يوم القيامه احسن تدبسه في كل المعاصي اللي عصى ربنا بيها مع بعض. يا ساعتها
نفسه تكرهه واعضاءه تكرهه وربنا يكرهه والنبي يكرهه والملائكه تكرهه واهل النار يكرهوه ويلعنوه والعياذ بالله، والنار تكرهه مكروه من كل، هيستحمل ازاي وكان في الدنيا مكروه؟ اني ابغض فلان فابغضه يا جبريل، اني اكره فلان فاكرهه يا جبريل، كان مكروه في الدنيا، كانت الدنيا كلها بتكرهه لانه بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يبصرونهم، يود المجرم لو بس مستحيل، دول المستحيل، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ يوم القيامة، امال عذاب النار يعمل ايه؟ يفتدي من عذاب يومئذ بايه؟ بفلوس؟ بايه؟ ببنيه؟ ببنيه يا جماعة، يفتدي ببنيه، يعني ابنك يتقتل؟ لا، يترمى في جهنم، يترمى في جهنم، يترمى في جهنم ابنك غصب عنك؟ لا، ده يتمنى، يتمنى، يتمنى انه يترمى في جهنم بايديه، بايديه ليه؟ ثم ينجيه. عذاب ايه اللي يخلي الواحد يوصل للمرحله دي؟ عذاب ايه؟ عذاب ايه اللي يخلي الواحد يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه؟ انا ساعات اقعد افكر كده، ده مين ده؟ ده عايز يشيل ابنه ويرميه بايديه في النار، وصاحبته مراته واخوه وفصلته عيلته كلها ومن في الارض جميعا الستة مليار واحد يشيلهم يرموهم في جهنم بايديه، بس هو ينجى، بس هو ينجو من العذاب ليه؟ عذاب ايه اللي هو شايفه عشان يوصله للمرحله دي؟ عذاب ايه وذنوب ايه اللي مرعوب منه عشان يوصل للمرحله دي؟ يعني يا رب انا بنتي، بنتي اللي لو ضفرها بس اتخلع كده اهو قلبي يتخلع معاه، بنتي اشيلها ارميها في جهنم بايدي عشان انجو، يبقى ايه اللي يوصل الانسان للمرحله دي؟ مراتي، مراتي شريكه حياتي، اخويا حبيبي، انا اشيله ارميه بالنار في ايديا، عيلتي وامي وابويا، الناس كلها، ازاي؟ ازاي يا رب؟ والعكس بقى، وبنتي، بنتي شيل اللي ترميني في النار؟ بنتي اللي بتحبني توصل للدرجه دي؟ اخويا يعمل معايا كده؟ مراتي تتمنى لي كده؟ امي تتمنى لي كده؟ امي اللي كل حياتها ازاي انها تسعدني وتستعملني فيها كده؟ ازاي يا اخوانا؟ ازاي الروابط العاطفيه انهارت للدرجه دي؟ ازاي الروابط العاطفيه اتمزعت؟ ما كانت العواطف في الحرام، ما عادش في عواطف، ما عادش فيه، لانك كلها في الحرام والمعصيه. يا ازاي ببنيه؟ ازاي؟ مش قادر اعدي الكلمه دي. ازاي؟ ازاي يرمي ابنه في النار؟ ابنه اللي كان بيصحى بالليل يشوفه احسن يكون شويه هوا جايين عليه، يرميه في نار السموم، السموم ريح السموم تخترق، مسم جسمه زي السم. ابنه اللي كان لو قال انا جعان يحس ان قلبه اتشق، يرميه في النار اللي ليس له فيها طعام الا من ضريع. ابنه اللي لو كان انا عطشان يا ابي ولا يا بابا، يبقى حاسس انه عايز يجيب له انار الدنيا كلها، يرميه في نار ما يشربش فيها غير حميم. ابنه اللي كان ياخد هو البطانيه الخفيفه ويدي ابنه البطانيه الغاليه والتقيله، ابنه يرميه في نار له من جهنم مهاد ومن فوقه مغواش، بطانيته نار وفرشه نار ومخدته نار والحفه نار. ابنه اللي كان، يعني ازاي توصل للدرجه دي؟ مراته اللي كان بيشتغل ليل نهار عشان يجيب لها سلاسل ذهب، يرميها في نار تتسلسل بسلاسل من نار. مراته اللي كان بيجيب لها فلوس المكياج وعشان تلبس زي ما عايزه وتتمشي زي ما عايزه، يرميها في نار تلفح الوجوه لغايه ما يكلح وشها. مراته اللي كان بيحبها وبيجيب لها فلوس تلبس الموديلات اللي هي عايزاها، يرميها في نار لباسها فيها يقطع لها ثياب من نار. ازاي يا اخوانا؟ ازاي الروابط العاطفيه تنهار كده يا اخوانا؟ الصوره دي والله العظيم، خدوا بالكم، سوره المعارج ما قالتلكش حاجه عن العذاب، قالت حاجه؟ وصفتش لغايه دلوقتي. امال ايه؟ هي بتقول لك الحاله النفسيه بتاعت العاصي، بتقول لك العذاب النفسي الاليم اللي العاصي هيتحط فيه، غير العذاب النفسي الاليم اللي كان فيه في الدنيا، عذاب الضنك، فان له معيشه ضنكا، عذاب الخنقه، عذاب الاكتئاب والتقليب على السرير 4 ساعات قبل كل ليله ما ينام، عذاب الرعب اللي بيقع في الزنا ده، لو حد يعرف حد وقع في الزنا مرعوب، يجي له شويه وجع احسن يكون انتقام ربنا، يتاخر خلفه احسن يكون انتقام ربنا، مرعوب. عايش في رعب، كفايه فرق الله عليه شمله، كفايه انه عايش ممزق، كفايه جعل فقره بين عينيه، كفايه انه عايش حاسس بالهلاك والضياع والبؤس كله بين عينيه مهما كان حواليه من نعم. انتقام ربنا من العاصف نفسيته في الدنيا وفي الاخره يا اخوانا. ومن في الارض جميعا ثم ينجيه، النجاه، طلب النجاه. والله يا جماعه كلمه ثم ينجيه دي ما تعدي بالسهل يا شباب، يا اخوانا المعاصي اللي بدات تستفحل في المجتمع بتاعنا، لا ما ينفعش، مش ربنا اللي يتعصب كل المعاصي دي، مش ربنا اللي يبارز بألف قناة فضائية شغالة الوقت معاصي ليه، مش ربنا اللي في بلدنا يبارز بألف موقع نت معاصي ليه، مش ربنا اللي يتلبس بعد ما أمر بالحجاب الشرعي الطرحات الاسبانيش واللي من غير اسبانيش اللي فيش، مش ربنا يا جماعة، مش ربنا اللي يتعامل معاه كده والله العظيم. احذروا نظرة غضب من الله، أي واحد بيعصي الله يحذر نظرة غضب، لحظة ندم، غمسة نار، يحذر أقل قدر من عذاب الله.
سبحانه وتعالى ثم ينجيه. حد جرب قبل كده ان يدخل غابة كلها اسود واحساسه بعد ما طوي في قلبه من الرعب وبيخط اول خطوة برا الغابة؟ انا مرة وانا في ثانوي دخلت مكان فوجئت كان فيه اعراب عرب وبدو وغنم ان فيه حوالي 1000 كلب. والله يا جماعة الموقف ده لا يمكن انساه في حياتي. بعد ما دخلت المكان ومكان معزول مهجور يعني في منطقة نائية, بعد ما دخلت المكان الكلاب في كل مكان اتل عليه كلاب كده. لو كلب واحد شافني كلب واحد بس نبح عليا انتهيت خلاص مناش طلع تاني. قعدت حوالي ساعة او ساعة ونص وكان معايا يعني واحد صاحبي برضه في ثانوي, احنا الاتنين اتجمد قلبنا 1000 مرة لغاية ما في الاخر لقينا حارة كده دخلنا منها لقينا نفسنا برة. احساس وانا بخط رجلي اول خطوة برة لا يمكن انساه في حياتي. احساس ثم ينجيه, احساس النجاة, احساس يا جماعة اول خطوة هتخطيها برجلك بعد الصراط ما يخلص, اول خطوة بعد النجاة من النار, اول خطوة هتخطيها برجليك في الجنة, اول خطوة في الجنة. يا جماعة احساس رهيب, احساس رهيب يستاهل عمرنا والله العظيم. كلا انها لظى, لظى والعياذ بالله, نزاعة للشوى, بتنزع بتقطع بتقطع. ايه الشوى ده؟ الشوى ده الايدين والرجلين وفروة الراس. يعني ايه الحاجات اللي كان بيتسجد عليها ربنا الا المصلين, اللي كان بيتصلى عليها الركبتين والايدين والجبهه, مش دي حاجات الصلاه؟ النار تنزعها تقطعها حتت من ورا على الصراط. تدعو من اكبر وتولى, يا للرعب. تدعو, تدعو ازاي؟ تخيل انك انت قاعد في مكان كده في قاعه وسمعت صوتك فلان الفلاني مستدعى لاوضه مثلا وكيل النيابه الفلاني للتعيين. تخيل بقى انك سمعت صوتك من على الصراط او في ارض المحشر, فلان الفلاني مستدعى في النار. مستدعى ازاي؟ طبعا هيهرب, بس هيهرب فين ويروح فين؟ تدعو, كلمه مرعبه. من ادبر وتولى وجمع فاوعى. نخلص من الذنوب يا جماعه, نتوب يا جماعه, نخلص من اي حاجه توقفنا قدام ربنا عاجزين مش عارفين نقول له ايه. ان الانسان خلق هلوعا, اذا مسه الشر جزوعا, اذا مسه الخير منوعا. هلوع جزوع منوع, خايف من كل حاجه, خايف, خايف من دكتور الماده انه يسقطه, خايف من مدير الشغل انه يرفده, خايف من واحد بيهدده, خايفة احسن ما تتجوزش, ولو اتجوزت ما تخلفش, ولو خلفت ما تلاقيش فلوس تدخلهم مدارس اجنبي, ولو دخلتهم ما تلاقيش فلوس تجوزهم في المستقبل, خايف من يجيله سرطان زي اخوه ولا ابن عمه ولا صاحبه اللي مات في عز شبابه, خايفة ان يجيلها مضاعفات السكر والضغط, خايف ان هو, خايف من كل حاجه. ما بتنفقش ليه؟ خايف من الفقر. ما بتدعوش ليه؟ خايف على مركزه ووجهته. ما بتطلبيش علم ليه؟ خايف على وقتها ودراستها. ليه؟ حزين, حزينه ان عينها ما طلعتش خضرة, حزينه ان شعرها ما طلعش اصفر, حزينه انها ما طلعتش ابيض من كده واجمل من كده, حزين على تقدير السنه اللي فاتت اللي ضيع منه مرتبه الشرف, حزين على اللي حبها وسابته مع اول واحد خبط على بابها, حزين, خايف, خايفه من كل حاجه, خايف من بكره, خايف يفتقر, خايف يسقط, خايف يمرض, خايف ما يتجوزش, خايف ما يتجوزش اللي نفسه يتجوزها, خايف ما يلاقيش شغل بعد ما يتخرج من الجامعه. حزن وخوف والام, هلوع جزوع منوع. هو ده الانسان يا جماعه. الا مين اللي هيخرج من ده يا شباب؟ مين اللي هيخرج من ده يا جماعه؟ مين يا ابائنا ويا امهاتنا؟ مين يا جماعه؟ مين يا اطفالنا اللي عايزين يطلعوا ما يعيشوش الالام النفسيه؟ نقطه التحول, نقطه التغير. مين؟ احنا الوقت هنتكلم عن اخطر نقطه في الدرس. مين اللي هيوصل لربنا؟ مين اللي هيقدر يوصل؟ يلا يا جماعه انا هقول لكم الوقت الصفات اللي هيوصل لربنا, صفات اللي هيكمل ويعرج ويوصل في المعارج لغايه ما قلبه يسجد تحت العرش, صفات اللي هيدخل الجنه مكرم ويطلع فوق مش يتذل في النار ترهقهم ذله تحت. صفات يا جماعه اللي هيوصل. اوصل ازاي؟ ده انا لسه خارج من بركه الوحل عايز انضف, وانا اوصل ازاي؟ ده انا ثلاث ارباع وقتي فطور كله. ها يعني عايز تفضل كده؟ لا. عايز تقابل ربنا كده؟ لا. تفضلي كده؟ لا. خلاص اسمعني, ركز معايا. اللي عايز يوصل لربنا يا جماعه هيسمع الوقت مواصفات اللي هيوصل لربنا. رقم واحد, الا المصلين. ده كان جزوع مفرد, هلوع مفرد, منوع مفرد. المصلين جامع. اول نقطه تحول في حياتك لو ما عملتهاش تبقى موهوم انك هتتغير. الصحبه, تغيير البيئه, انه اتخذ صحبه صالحه. الا المصلين بقى جامع, بقى وسط جامع, بقى وسط جماعه, بقى وسط ناس ملتزمه, بقت وسط ملتزمات. صاحب الملتزمات تتغيري. اول نقطه تغير في حياتنا. يعني الوليد بن المغيرة لما جه يسلم وانبهر بالقرآن, ان اعلاه لمثمر واسفله لمغدق, بيوصف بانبهار في جنة. راح له ابو جهل كده قال له يا عم الوليد, ايه انت عايز تاكل محمد بن عبد الله واللي معاه اكلوك ولا ايه؟ قال له انا ده انا غني.
قال له طب وانت يا عم الغني يعني انت عايز تتذل في قريش؟ انا ده انا وحش. طب يا عم الوحش هتروح الجنه معاهم فين؟ تعالى معانا على جهنم يا عم الوحش. راح عم الوحش معاهم جهنم بعد ما كان بيقول ان اعلاه لمثمر، ربنا قال عليه ساصليه سقر، اللي بتسقر اللحم والعظم بتدوبهم زي ما الشمس بتسهر الحاجه اللي بتتحط فيها والعياذ بالله. ابو طالب يا ترى يا جماعه، ابو طالب لما النبي راح له ونايم على فراش الموت وابو جهل قاعد يقول له على ملة عبد المطلب، على ملة عبد المطلب، الرحلة الفلانية، البنت الفلانية، ايه يا عم الكئيب، ايه يا عم انت تعمل لنا شيخ فيها ولا ايه؟ ايه يا عم امشي يا اما تمشي معنا زي ما احنا عايزين، ايه يا بنت انت تعمل لنا تستشيخ فيها ولا ايه؟ على ملة عبد المطلب يا شباب، على ملة عبد المطلب كل شاب صحبة سوء بينادي على كل، الشيطان قاعد ينادي على كل شاب الوقت، على ملة عبد المطلب. وابو طالب نايم بيموت والرسول لو ابو جهل ما كانش موجود كان مصيره انقذ. في الاخر يقول هو على ملة عبد المطلب. انا عايز اقولك ابو جهل لما ابو طالب يشوفه في النار هيعمل فيه ايه؟ هيبقى احساس الوليد بن المغيرة لما يشوف ابو جهل قدامه في النار ايه؟ ايه لما تشوف احساسك بالصحبة السوء؟ هيبقى الاحساس ايه؟ اول حاجة الصحبة يا شباب، الصحبة لو ما غيرتيش صحبتك انت موهومة انك هتتغيري، وانت اللي عايز تقوم الليل، وانت اللي عايز تطلب علم، وانت اللي عايز تدعو الى الله. لو ما غيرتوش صحبتكم وصحبتوا مجتهدين مش هتتغيروا، مش هتطلعوا. طب والسبب التاني اللي وصلنا ربنا الا المصلين الذين هم على ايه؟ صلاتهم. الله اكبر، بدأوا صح، اول خطوة دخلوها صح، ان هو صلى صح. اللي بيقع في الكبائر وعايز يتوب، اللي عنده فطور وعايز يتغير، يا شباب يا جماعة والله العظيم انا بديكم كلكم مفتاح لكل تغير وبناء في حياتكم. اول خطوة نصلي صح يا جماعة، نصلي صح. الا الذين هم على صلاتهم بدأ صح. خدوا بالكم يا جماعة، يبقى تاني صفة من صفات اللي يوصلوا ان هو بدأوا صح، يبدأ صح. زي ايه مواصفات البداية الصح؟ انها بداية خالصة تيجي ربنا بقلبك مش برجليك، انها بداية منضبطة يعني الشرع، مش زي بعض الممثلين او الممثلات يدخل الالتزام. والله العظيم انا لما بشوف ممثل او ممثلة او مغني او مغنية تاب وراح لناس معينة هعرف ان ده هينتكس، هينتكس وبينتكسوا وبيرجعوا اصلا من مكان. لما بيروح لشيوخ السنة والعلماء بعرف ان دول هيزدادوا وفعلا بيزدادوا، لان هو الصدق بيبان يا جماعة. حدش يضحك على ربنا، بداية منضبطة مع العلماء واهل العلم، بداية تعرف انها مجرد بداية. يعني انت كنت في بحر كله حيتان، طلعت من الخطر لقيت نفسك في غابة كلها وحوش، لازم تكمل يا اخوانا. انت لما التزمتي اترمالك طوق نجاة، خرجت بيه للشط، محدش بيعيش في طوق نجاة، خلاص انت خرجتي، اطلعي بقى ابني، بقى ابني البيت اللي هتعيشي فيه بقى، يبقى دي مجرد بداية، انما بعدها انطلاق. يا اخوانا 90% من الانتكاس بيحصل في اول شهر بعد الالتزام. ليه؟ لان البداية بتبقى غلط. البداية لو صح بننطلق بعد كده. يبقى البداية الصح، بدأوا صح. الذين هم على صلاتهم ايه؟ دائمون. ايوه، المفتاح الثالث، المداومة. كل يوم كانوا بيقربوا من ربنا خطوة، كل ليلة كانوا بيقربوا من ربنا خطوة، مفيش خط احمر بينه وبين الدين. كانوا كل يوم كانوا عايزين يجيبوا اخر طريق الدين. ومن اتاني يمشي مش تقرب شبر او باع، خطوة كده سمعت شريط، سمعت درس، لا 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 لا، التزم في الاجازة او شهر ورجع تاني يمشي منطلق لربنا. انتقبت ثم ماذا؟ التزمت ثم ماذا؟ التحيت ثم ماذا؟ جيت وسمعت ثم ماذا؟ موقفش، ما بيوقفوش يا جماعة. احنا انا لو قلت لك انا عايزك تبقى مجدد من مجدد القرن الجاي، مجدد ايه يا عم انت بتقول ايه؟ طب انت كنت مجدد ايام المعصيه، كنت كل يوم بتجدد في حلقه الشعر بتاعتك، والقصه الفرزاتش النهارده، وتوقيف الشعر في 5 اتجاهات بكره، والجل بتاع التثبيت بعده. طب ما تبقى مجدد في الدين. طب ما انت كنت بتجيب لاهلك فاتوره التليفون ب 9000 جنيه كل مره، كنت بتكلم مع شخص واحد بس انت عارفه او عارفها طبعا، وكنت بتتكلم في موضوع واحد بس انت عارفه طبعا. بطولات، بطولات والله يا جماعه، العصاب يعملوا بطولات. ما نعمل بطولات في الدين بقى. دائمون، مستمر، ما بينامش، ما بيقعدش، بطل، بطلة، راجل عايز يجيب اخر طريق الدين، عنده علو همة، عندها طموح. والله العظيم يا جماعة الواحد اول ما التزم وسط فتن الجامعة والابتلاءات ومشاكل اول الالتزام والمشاكل الدراسية والمشاكل الاجتماعية والمشاكل الدينية وعدم فهم الدين، وهو حاجة واحدة بإذن الملك اللي ثبتت الواحد بفضل الله، رغم ان اللي كان يعني المشاكل اللي الواحد فيها تنزل على الجبل يتهد. عارفين ايه؟ الطموح. ان الواحد من ساعة ما التزم طموحه انه يقعد
لا مش هنا، اعلى من هنا كمان، اعلى من هنا. طموح انه يوصل لكل واحد في كل نجع وقرية وصحرة يكلموا عن ربنا. طموح انه يوصل لأفق ادغال الارض زي ذي القرنين يكلم الناس عن الله. طموح انه يعيش عشان ربنا، انه يدعو، انه يبقى داعية. خلي عندك طموح حتى وانت لسه في الاول، خلي عندك طموح. والله العظيم اكتر حاجة تنطلق بسببها الذين هم على صلاتهم دائمون. يا جماعة الايات دي جميلة قوي يا شباب، شوفوا الجمال. هم جم الاول، انا عايزك تركز معايا جدا في الحته دي. هو جه الاول فخد اول خطوه، صلى، داوم على الصلاه، ده دي الاول خالص، ده البدايه خالص. فلقى نور، لقى لذه، ايه السعاده دي، ايه الحياه الجميله دي، ايه الحياه اللي انا ما كنتش داري بيها دي، ده انا ما كنتش عايش، ده انا كنت في قبر وطلعت منه. ايه عطاءات ربنا وكرم ربنا اللي نزل عليا ده. فقام اتشجع، فقام خد الخطوه اللي بعدها. والذين في اموالهم حق معلوم، بدا يطلع من ماله ويثبت جزء من ماله للفقراء والمساكين. فلما خد الخطوه اللي بعدها لقى السعاده زادت، والنور زاد، واللذة زادت، وعطاءات ربنا زادت. فقال لا، ده انا عاوزك اكتر يا رب. فخد الخطوة اللي بعدها ايه؟ والذين يصدقون بيوم الدين. العبادات طهرت قلبه من الشبهات، بقى عنده يقين بالاخرة. لما بقى عنده يقين بالاخرة جت الخطوة اللي بعدها، استمر، كمل، واصل، موقفش. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون. فبدأ يخاف، لما بدأ يصدق بدأ يخاف من الاخرة. فلما بدأ يخاف، والذين هم لفروجهم حافظون. بس لا جواز عرفي ولا اختلاط ولا مكالمات ليلية ولا نظارات ولا وقفات. اعتزل اماكن الفتنة، اعتزل، اعتزلت الرجال واعتزل النساء تماما. ليه؟ تمام. الا طبعا في الحلال. ليه؟ عشان خايف من ربنا. الخوف بقى عملي، بقى خوف عملي يا شباب الجامعة، بقى خوف عملي يا شباب النوادي، بقى خوف عملي يا جرح كبد الاسلام، يا جرح قلب الاسلام، يا سرطان جسم الاسلام، يا ذبحة صدر قلب الإسلام. يا جماعة، يا جماعة، يا كل عاصم تعصي ربنا سبحانه وتعالى. بقى خوف عملي. لما الخوف بقى عملي كملوا، والنور زاد، فكملوا الخطوة اللي بعدها. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. بقى في أخلاق، أخلاق، الأخلاق بتاعت المجتمع المنهارة المتصدعة المتفتتة. قام التاني، سبحان من يحيي العظام وهي رميم، سبحان من يحيي الاخلاق وهي رميم. بقى عنده اخلاق تاني، وعارف ان الصلاه هي البدايه، فهي محطه الشحن المستمره. فختمت والذين هم على صلاتهم يحافظون. يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول لك انه دخل بالتدريج واحده واحده، كل يوم كان في خطوه زايده. انت كده، انت امبارح النهارده احسن من امبارح، انت بكره هتبقى احسن من النهارده، انت الاسبوع اللي فات اتقدمت عن اللي قبله، انت السنه دي احسن من السنه اللي فاتت. احنا بنتقدم ولا لا يا جماعه؟ انا فين منك يا رب؟ انا فين عندك يا رب؟ انا قريب منك ولا بعيد يا رب؟ انا يا رب هوصل لك ولا لا؟ انا يا رب لو فضلت بسرعتي دي ماشي ليك هوصل لك ولا لا؟ انا يا رب كل خطوه، كل طاعه بتقربني منك خطوه، وكل معصيه بتبعدني عنك خطوه. انا النهارده قربت ولا بعدت؟ وامبارح وبكره وبعده، وهفضل اقرب ولا ابعد يا رب؟ انا يا رب بزيد ولا بنقص؟ انا يا رب بقرب ولا ببعد؟ انا فين يا رب؟ انا فين؟ عايز تعرف انت فين؟ اذا اردت ان تعرف مقامك فانظر اين اقامك. شوف بكره الصبح هتبقى فين، وبكره بالليل هتبقى فين، والتلت الاخير اللي هيبدا بعد دقايق هتبقى فين. شوفوا يا جماعه هنبقى فين يا جماعه، اقامكم فين، عشان تعرف مقامك عنده، عشان ما تتصدمش يوم القيامه. يا اخوانا، كام شاب الوقت ربنا نظر له نظره غضب بس لسه الانتقام ما نزلش، وكام شاب ربنا نظر له نظره رضا بس لسه الفتح ما نزلش. كام يا جماعه؟ يا جماعه احنا عايزين نفوق، عايزين نفوق. الجزء 29 لغايه الوقت الاربع صور اللي انا مشيت معاكم فيهم كلهم على اننا نفوق يا جماعه، نفوق، نقوم، نعرف احنا رايحين فين، هنحط رجلينا فين. الخطوه اللي بعد كده مجاهده النفس. الناس دي يا جماعه كانت ماشيه بجهاد، كانت بتجاهد نفسها، كانت منطلقه. امال هتقدم ازاي؟ ما انت لازم تجاهد، ما انت لازم تتعب. هو ليه ربنا بيسحب الروح من الرجل والايد والبطن والصدر ويسيبها في الرقبه، ويبقى الواحد وينام على فراش الموت روحه في رقبته وجسمه بقى بشلول؟ ليه؟ طب ما كانت الروح تخرج بره واحده. لا، عشان يسيب جسمك قدامك. كان في ايديك انك تطعني بالجسم ده هو بكل جرح فيه. انت الوقت ضيعت الطعن ليه؟ انت عشان كل واحد يتندم اللي ما قطعش ربنا سبحانه وتعالى. ابن مسعود يا جماعه، ابن مسعود ربنا، لما ابن مسعود مشى برجليه في الدعوه وجهر بصوره الرحمن في مكه وسط المشركين، رجليه بقت اتقل من جبل احد. العضو اللي انت هتجاهد بيه هيتقل في الميزان، عينيك اللي هتبكي بيها هتتقل في الميزان، رجليك اللي هتجري بيها في الدعوه هتتقل في الميزان. يا شباب المجاهده يا جماعه، المجاهده يا اخوانا، الصفه
اللي احنا بنشوفها اللي انا شايفها واضحة قوي في الايات دي ان دول ناس كانت مشتاقة عشان توصل لربنا، كان نفسها توصل له. اوصلك ازاي يا رب؟ منايا اوصلك يا رب، اوصلك ازاي؟ ادخل عليك منين يا رب؟ يا سعادة سعد بن معاذ لما مات ولقى عرش الرحمن بيتهز من فرح ربنا بيه، يا سعادة حنظلة لما مات ولقى الملائكة بتغسله عشان تجهزه للقاء الله، يا سعادة جعفر ابن ابي طالب لما ايديه اتقطعت وجسمه اتقطع ولقى جناحين روحه بتطير بيهم تصعد مع الملائكة سبع سماوات لربنا، يا سعادة مؤمن آل ياسين لما قتلوه وطعنوه جسمه بيقع روحه طلعت لأبواب الجنة مفتوحة قدامه، يا سعادة كل واحد قطع ربنا، يا سعادة اللي عاش عشانه، يا سعادة اللي ضحى عشانه، يا سعادة اللي جاع اللي استحمل عشانه ساعة ما يقابله، ويا خزي اللي عصاه ساعة ما يقابله. يا جماعة نوصل لربنا ازاي؟ لما بشوف نموذج سلمان الفارسي الناس اللي عاشت عشان ربنا ما فيش حاجة عطلتها. هوصل لك يا رب، هوصل لك يا رب. سلمان اللي ساب ابوه وساب اللي بيحبوه وساب ارضه وساب شبابه وساب بلده وساب المركز الديني وساب عقارات ابوه ومستقبله الفاخر الديني والدنيوي وساب وطنه وساح في الارض يدور. اوصل لك ازاي يا رب؟ اوصل لحد يدلنا عليك ازاي يا رب؟ وتنقل في الارض كلها زي سيدنا ابراهيم يدور عليه يوصله ربنا سبحانه وتعالى، لف الارض عشان يوصل لربنا. لما ببص لسلمان اقول يا رب، يا رب سلمان علق حياته كلها بالوصول، لا اتجوز ولا خلف ولا فكر في بيت ولا فكر في فلوس، فكرش في حاجه لغايه ما وصل للنبي عليه الصلاه والسلام. لما ببص لسلمان يا رب ده سلمان كان لوحده، ساب الدنيا لوحده ولف الارض لوحده واتاثر على ايد اليهود وادوه المدينه المنوره. ما قالش انت عملت فيا كده ليه يا رب؟ كان حاسس ان ربنا بيرتب له، كان حاسس ان ربنا هيوصله. يا جماعه عايزين نوصل له، عايزين نوصل ربنا سبحانه وتعالى، عايزين ما بقاش في خط احمر في حياتنا، عايزين كل يوم نقرب خطوه منه، كل ليله نقرب خطوه. يا ترى يا جماعه مين اول واحد فينا هيقف على سجاده الصلاه في الثلث الاخير الليله؟ يا ترى اول واحد مين؟ يا ترى يا اخوانا يعني الصوره مليانه معاني جميله. اولئك في جنات مكرمون، فوق بقى عرجوا بقى يطلعوا بقى، انما التانيين هيطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنه نعيم. هم فاكرينها ايه؟ هم فاكرينها سيبا كان ابعد ما يكون عن ربنا وفاكر انه له وزن وفاكر انه قريب من ربنا سبحانه وتعالى. تختتم الصوره عشان وقت البرنامج خلاص يعني قارب على النفاذ، تختتم الصوره بمشهد رهيب. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الاجداث صراعة، القبور الضيقه والاكفان الضيقه طالعين منها بسرعه كانهم الى نصب يوفضون، زي ما كانوا بيجروا على الاوثان في الدنيا. يعني ايه يا رب؟ تصوير الحاله النفسيه بقى، هم كانوا بيجروا للاوثان في ضلمه ولا في نور؟ ضلمه على ضلمه، ظلام الحشر، وكان الشياطين بتؤذهم، كانوا عاملين زي الكلاب المسعوره، يطلعوا زي الكلاب المسعوره يتخبطون من مس الشياطين من الجن ومس الجن وصحبه الجن والعياذ بالله. عارفين الكلب المسعور المكهرب وهو بيجري في ضلمه؟ اهو ده حالهم وهم طالعين والعياذ بالله. خاشعه ابصارهم مش قادرين يبصوا لاي حته من كتر الرعب، ترهقهم ذله، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. وتختم الصوره على مشهدهم وهم في اليوم اللي على مشهدهم وهم في اليوم اللي عاشوا حياتهم كلها يعني ما بيفكروش فيه، ما بيحسبوش ليه، حسبوا كل حاجه، حسبوا حساب مشاكل الفقر برصيد في البنك، حسبوا حساب مستقبل اولادهم بوديعه استثماريه، حسبوا حساب مشاكل زوجاتهم بذهب مراته ممكن تبيعه في اي وقت، حسبوا حساب مشاكلهم الصحية بعشرين نمر الدكتور معاي يتصل في اي وقت بأي دكتور، وما حسبش حساب مشاكل الاخرة. تختتم الصورة وهو جوه الاخرة نظرة غضب. لو ربنا بصلنا نظرة غضب هنعمل ايه يا جماعة؟ يا اخوانا صورة المعارش بتحذرنا كلنا من نظرة غضب ربنا يبصها لنا. هنعمل ايه لو بصلنا بصة غضب؟ هنعمل ايه؟ تستحملي لحظة ندم، تستحمل غمسة نار، تستحملي مقمع حديد، تستحمل شربة حميم، تستحملي صيحة ملك، تستحمل ضمة قبر، تستحملوا نظرة غضب. يا جماعة ما نقدرش والله، خافوا من ربنا، خاف ان ربنا يبصلك على معصية يغضب عليك، خاف ان ربنا يبصلك على معصية يبصلك نظرة غضب يبقى كل حاجة ضاعت وكل حاجة انتهت. يا جماعة سورة المعارج، سورة الحق اللي قبلها كانت من جاية من الحق وبتكسر الحق بتقطم الوسط، كانت صورة كلها عذاب مادي. صورة المعارج من اسمها اسم روحاني، الطلوع لربنا سبحانه وتعالى، الوصول لربنا، كلها حتى العذاب اللي فيها عذاب نفسي.
يعني اللي اهتم بنفسه ده وما جاهدهاش نفسه هتعذبه وهيكتئب وهيدوق أشنع عذاب نفسي في الدنيا وعند الموت ويوم القيامة. يعني هيدوق عذاب نفسي. يعني الشاب كان بيموت وصاحبنا بيزوره فبيبص بصات رعب الأم وأبوه الأب يحتضر أنا 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 كأنه بيقول أنا هتسيبيني لوحدي زي أمي، هتسيبيني لوحدي زي أبويا، ما تسيبونيش لوحدي، أنا ما أقدرش تسيبوني لوحدي، أنتوا مش كنتوا أحب ناس إليا، ما تسيبونيش، ما أقدرش أنزل تحت التراب لوحدي. صاحبنا قرب منه قال له يا حبيب قلبي ما تخافش رحمة ربنا واسعة، حس بيه، بص له وبكى، قال له لا، قال له رحمة ربنا مش ليا، أنا زنيت، أنا شربت مخدرات، أنا حرضت غيري على المعاصي، أنا رحمة ربنا مش ليا، قال له لا رحمة ربنا واسعة، فضل يبكي لحد ما مات. يا رحمة ربنا لينا يا جماعة، بس نرحم نفسنا، نرحم نفسنا برحمة ربنا سبحانه وتعالى يا إخواننا. يا جماعة عايزين نفوق بقى، عايزين نفوق. سورة المعارج بتقولك إنك لازم تزيد، لازم تزيدي. سورة المعارج بتقول لنا احذروا من 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 نظرة غضب. سورة المعارج رسالة من الرسائل العظيمة. هنبدأ من أول المرة الجاية إن شاء الله سورة نوح بقى وسورة الجن، هندخل في أفق تاني. المرات اللي فاتت كانت كلها القيامة وقيامة ليه؟ ما هو ده اللي يفوق، ما هو لازم ربنا يفوق الناس الأول، ما هو لازم نفوق الأول. يا جماعة اسمعوا عن يوم القيامة، اللي عنده نت ولا كمبيوتر ولا معاه فلوس يجيب شرايط، اسمعوا عن يوم القيامة، ده ربنا كلمنا في كل سورة عن يوم القيامة عشان نفوق. وصلنا الوقت للتوصيات العملية. التوصيات بتاعتنا يا جماعة يعني أنا فكرت إن شاء الله في حاجة هنبدأ نعملها مع بعض إن شاء الله. زي ما بنعمل محاضرات هنعمل سكاشن. يعني يعني الوقت انا اديتكم محاضرة في سورة المعارج، هنصلي بقى الليلة ان شاء الله، لازم السورة دي تدخل في قلوبنا، لازم المعاني تدخل في قلوبنا بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن في الجامعات لما بيعملوا محاضرة بيعملوا سكشن يعني ايه؟ نجيب الكلام بقى نتدرب عملي على الكلام بقى. احنا الوقت يا جماعة قلنا ان اول خطوة اللي بيزني عشان يتوب، اللي مش قادر على نفسه في المعاصي وعايز يتغير، اللي عايز يبني نفسه وعايز همة ومش لاقي في نفسه عزيمة وعلى طول فاتر، اللي عايز يتبنى، اللي عايز يطلع، اللي عايز ربنا يفتح عليه كل فتوحات الخزائن، يصلي صح. اول حاجة هتغيرك تصلي صح. يا ما ناس تابت لما صلت صح اعرفها، يا ما ناس اسلمت لما صلت الاسلام، يا ما ناس يا جماعة لما صلت صح ربنا فرق كروبات حياتها، يا ما ناس لما صلت صح ربنا شفى امراضها، يا ما ناس لما صلت صح ربنا عافاها في نفسيتها. عايزين نصلي صح. عشان كده المرة الجاية ان شاء الله سكشن يا جماعة، يعني لما تكون في صورة فيها موضوع عملي خطير نقف الموضوع اللي بعده ونقف مع السكشن العملي ده. المرة الجاية سكشن ازاي نصلي صح، ازاي نقف بين ايدين ربنا صح. مش الصلاة صح هي اول خطوة؟ ايوة. مش الصلاة صح اللي هتوصلنا؟ ايوة. مش الصلاة صح اللي هتغيرنا؟ ايوة. مش الصلاة صح اللي هتطهر قلوبنا وهتفرمت الهارت ديسك القديم كله وهتخلينا ننزل بقى ويندوز رباني جديد بقى سبحان الملك؟ ايوة. خلاص يبقى نصلي صح. المرة الجاية كيف نخشع في الصلاة، ازاي تخشع في الصلاة. هنتكلم عن معراج المؤمنين، براق المؤمنين الى عرش رب العالمين. ما يا جماعة ليه الصلاة ذكرت في سورة المعارج اول حاجة؟ ليه الصلاة؟ لان الصلاة دي هي معراجك، هي المعارج بتاعك. طب ليه يا جماعة الصلاة فرضت في المعراج؟ اسمعنا المعراج، كأن ربنا بيقول للنبي انت يا محمد انا رفعتك 7 سماوات، امتك في ناس هتشتاق انها توصل تبقى قاب قوسين او عرش من عرش زيك، انا هديك الحاجة اللي هتبقى البراق بتاعهم زي ما ده كان البراق بتاعك. انا هديك المعراج بتاعهم يا محمد يا ابن عبد الله، انا هديك الصلاة. الصلاة دي معراجهم، الصلاة دي براقهم، الصلاة دي اللي هيركبها قلبه هيسجد تحت عرشي، هيبقى قاب قوسين او ادنى من حجاب النور. الصلاة دي يا براقنا ومعراجنا يا جماعة اللي هنقف مع المرة الجاية. سكشن دكتور النساء لما تجيله واحدة يقول لها انت هيتعمل لك سكشن واحدة حامل، يعني هيتفتح البطن ويطلع العيل. سكشن هيتفتح القلوب بقى ويطلع الامراض اللي فيها، ونبدأ نحاول ان الايمان يتزرع في قلوبنا مع بعض بإذن الله سبحانه وتعالى. لغاية ما قابلكم الاسبوع الجاي ورشة العمل بتاعت الاسبوع الجاي، ورشة عمل سكشن بقى ان شاء الله بإذن الله، سكشن ملحق بصورة المعارج، واقفة مع اخطر توصية عملية في صورة المعارج اللي هي ازاي نصلي صح. يعني قبل ما يعني اودعكم هذا الاسبوع باذن الله سبحانه وتعالى، الى لقاء في طاعة الله، ربنا يجمعنا عليه يا رب، اللهم امين. فاذا اجتمعنا عليه، واذا افترقنا عليه، انا بوصيكم اللي هيشترك في ورشة العمل اللي جاية ديت، الورك شوب اللي جاية ديت الاسبوع الجاي ان شاء الله، لازم الاسبوع ده يسخن في قيام الليل. هديكوا 5 حاجات يا جماعة، 5 حاجات اكتبيهم اول ما الحلقة تخلص، اكتبيهم وتوصي بهم الاسبوع ده ان شاء الله. وانت اول حاجة ركعتين الضحى، كلهم صلاة عشان بقى نسخن بقى، عشان المرة الجاية بقى تبقوا مسخنين معايا ننطلق بقى ان شاء الله. اول حاجة ركعتين الضحى، ركعتين بس،
او اربعه يعني. تاني حاجه ثلاث ركعات وتر ماشي، يبقى ده كله ده حاجه جميله. ثالث حاجه السنن الرواتب، ال 12 ركعه الرواتب، الاثنين اللي قبل الفجر، الظهر لوحده معاه سته، اربعه قبله واثنين بعده، واثنين بعد المغرب واثنين بعد العشاء، ماشي. يبقى كده ثلاث حاجات وركعتين قيام ليل، او اربعه او سته، ساعه ساعتين بحزب بجزء بخمس صفحات اللي ربنا يفتح بيه، ركعتين قيام ليل على الاقل. طيب ماشي جميل. طب والحاجه الخامسه تكبيره الاحرام، انك اول ما الاذان يدن تكون على سجاده الصلاه بتاعتك، واول ما الاذان يدن تنزل تصلي في الجامع باذن الله سبحانه وتعالى. خمس حاجات فاكراهم معايا، ها عد معايا، ركعتين الضحى، صلاه الوتر، ايوه ايوه حبيب قلبي، ها تكبيره الاحرام، سنن الرواتب، ركعتين قيام الليل، الخمس حاجات بتوع الورك شوب بتوع الاسبوع ده ان شاء الله، عشان نتقابل السكشن المره الجايه ان شاء الله، سكشن كيف نخشع في الصلاه، ازاي نصلي صح، ازاي نركب البراق بتاعنا بقى اللي ربنا نزله لنا من فوق سبع سماوات عشان نركبه، ولغايه الوقت رابطين ومش راضيين نركب فيه، ازاي نصلي صح بين ايدين ربنا ونوصل لربنا، دي المره الجايه. ادعوا معايا يا جماعه، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا لنتوب، اللهم تب علينا توبه ترضى بها عنا، اللهم تب علينا توبه ترضيك يا رب، طهر لنا قلوبنا يا رب، انزل الهدايه على قلوبنا يا رب. اللهم إنا ندعوك ونحن على أعتاب الثلث الأخير، ونؤمن أنك تتنزل تنزلا يليق بجلالك وكمالك. اللهم إنا نسألك ألا تحرمنا من الوقوف بين يديك في الثلث الأخير، اللهم لا تحرمنا من قيام الليل، اللهم يا رب املأ حياتنا بطاعتك ليلا ونهارا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، استعملنا ولا تستبدلنا، اهدنا واهد بنا، انر قلوبنا، اللهم انا نعاهدك ان تبنا اليك ورجعنا اليك وندمنا على ما فعلنا، وعاهدناك على ألا نعود إلى المعاصي أبدا. اللهم تب علينا لنتوب، اللهم اغفر لنا الذنوب وطهر لنا العيوب وكفر عنا سيئاتنا، واجعل أجمل أيامنا يوم لقائك يا ربنا وحبيبنا يا الله، آمين يا رب العالمين. موعدنا الليلة مع الملك في سورة المعارج إن شاء الله، موعدنا الإسبوع الجاي إن شاء الله مع سورة نوح بإذن الملك سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.